هريم كردستان لو تشوارت. ليس لدينا أي علاقات وليس هناك أي مقر للموساد في أربيل. هذه كلها ذرائع، وما قامت به إيران كجارة للعراق والتي يفترض أنها تعتبر نفسها صديقة كان أكبر انتهاك للسيادة العراقية. فإذا كانت لدى الإيرانيين فعلا معلومات تثبت بأن هذا الموقع كان مقرا للموساد، كان بمقدورهم أن يتصرفوا بشكل آخر. كان بإمكانهم وإن كان بدون الرجوع إلى إقليم كردستان أن يفاتحوا بغداد ويسلموا بغداد الإثباتات التي بحوزتهم والتي تثبت أن ذلك الموقع مقر إسرائيلي، ويطالبوا في نفس الوقت بإجراء تحقيق مشترك. كان بمقدور إيران أن تفعل هذا. أجزم متحديا بأنه لا يوجد أي مقر للموساد أو لإسرائيل في أربيل. وفي السابق جرى الكثير من الحديث عن مثل هذه الأمور بشأن إقليم كردستان، وتم تصوير إقليم كردستان على أنه إسرائيل. لماذا هو إسرائيل؟ لما لا نكون فلسطين؟ لماذا نكون إسرائيل؟ حقوقنا تنتهك ونحرم من حقوقنا ومستحقاتنا، فلماذا ليس إقليم كردستان كفلسطين؟ إذا كانت لإيران معلومات تفيد بأن هذا الموقع كان مقرا للموساد، هذه كارثة للمؤسسات الاستخباراتية الإيرانية، وعليهم أن يعيدوا النظر في جميع مؤسساتهم الأمنية. في الماضي وفي أيام قاسم سليماني كانت هذه المشاكل نفسها موجودة. جاءني ذات مرة وكانت معه مجموعة من الأشخاص تابعين للمؤسسات الاستخباراتية الإيرانية، وقالوا إن معلومات مؤسساتنا الاستخباراتية تقول بأن عندكم في مكان ما داخل كردستان مركز تنصت على إيران. فقلت لهم مباشرة: يا جنرال، بينما نحن جالسون الآن هنا، ليذهب الذين يدعون هذا من فورهم ويحققوا في ذلك ويتأكدوا هل هذا صحيح أم لا. وفعلا فعلوا ذلك، وتبين أنه لم يكن له أي أساس من الصحة.